يحسب لجامعة الكفيل أنها أظهرت نفسها في مصاف الجامعات العالمية الرصينة. تعلمون أن الجامعات فيها تشكيلات إدارية تسمى متابعة شؤون الخريجين، هذه التشكيلات غير فعالة في كثير من جامعاتنا. نحن هنا في تقديم خدمة لأبنائنا الطلبة الذين تخرجوا أو في طريق التخرج. نحن نتابع خريجينا، نسعى إلى أن نقدم لهم ما يناسب تخصصاتهم، ما يناسب مواهبهم، ما يناسب ابتكاراتهم. نعرض عليهم ما ملفات ومفاصل شركاتنا سواء في العتبة العباسية المقدسة مثل ما ترون هذه المجموعة الكبيرة من الشركات، أو شركات الأخرى التي ساهمت معنا في إقامة هذا النشاط الخاص بالوظائف. شرفنا بزيارة جامعة الكفيل وحضرنا هذا المعرض، افتتاح معرض نشاطات. هذا المعرض حقيقة أولا يعبر عن اهتمام الجامعة بطلابها، واهتمام الجامعة أيضا بمعايير الجودة اللي تحتاجها حتى ترتقي في درجات جودة بالنسبة للجامعات الأهلية والحكومية. هذا المعرض يعني شفناه حقيقة ممكن يوفر فرص عمل للطلاب خريجين بالمستقبل إن شاء الله. نتمنى أن يتوسع، أن تكون هناك نشاطات أخرى، تكون هناك شركات أخرى كذلك. يعني ببعد آخر، هو إحنا يعني جاي ننشط الصناعة الوطنية من خلال المعارض اللي شفناها، يعني معارض الشركات مشاركين موجودين بها. راح ننشط أيضا تجارة، راح ننشط السوق المحلي، البضاعة المحلية. هذا أيضا هم في جنبة إيجابية مهمة جدا لمثل هذه المعارض. نشكر رئاسة الجامعة الموقرة جامعة الكفيل في إقامة هذا المعرض وافتتاحه هذا اليوم، وهو يعتبر المعرض الثاني. الهدف من هذا المعرض والغاية الرئيسية من عنده هو تعريف أبنائنا الطلبة الخريجين من عندهم خاصة في نشاطات العتبة المقدسة وشركاتها التابعة للعتبة، شركات المختصة بالصناعات الإنشائية والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الأنشطة الصحية والتعليمية، وتحديد رغبة الخريجين من أبنائنا الطلبة في الدخول في مثل هكذا النشاطات، وإحنا حاضرين لاستقبالهم واستقطاب الأيدي العاملة من والكفاءات من أبنائنا الطلبة الخريجين. بالتعاون مع شركات العتبة العباسية المقدسة وبعض الشركات الأخرى، نظمت الجامعة في يوم الأحد الموافق 19/2/2023 معرض الوظائف الثاني لجامعة الكفيل، والذي يهدف لعرض فرص العمل على أبنائنا وبناتنا خريجين جامعة الكفيل وخريجين بقية الجامعات الأخرى من جهة، وأيضا للتعريف بحاجة الشركات والمؤسسات الأخرى لبعض الاختصاصات وبعض المناهج الدراسية من أجل توظيفها في كليات وأقسام الجامعة لتخريج جيل ينعم بفرصة للعمل إن شاء الله تعالى في قابل الأيام في الشركات الاستثمارية وبعض الشركات العاملة في بلدنا الحبيب. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.